مو حاسة إنه لابق لي هالفستان، شو رأيك غيره؟ بس الفستان كتير حلو، وبعدين ما عندك وقت لتنقي غيره، عمران بيك بيكون على الطريق. أنتي شو بدك تعملي بس روح؟ أنا رح أدرس شوي. حبيبتي صار لك زمان ما طلعتي، ارتاحي شي يوم من الدراسة وخليني طلعك ومشيكي. شو رأيك نروح بكرة؟ بكرة أنا وسليم رايحين على السينما. رايحين على السينما؟ وإمتى حكيتوا واتفقتوا تروحوا؟ بعت لي مسج وأنا قلت له منروح. نزلي، حاسة إنه سليم عم يحكي معك وعم تتفقوا تطلعوا، في شي صاير بيناتكن وما حكيتي لي؟ شو بده يكون يعني أختي؟ أنا سابقتك لتحت. إن شاء الله عقبال عند الجميع. لا تنسيني خالي سلطانة. معقول اقدر انساكي؟ بدنا نرجع نلتقي، مو اتفقنا تيجي تزوريني بالضيعة؟ بس ما بدي بنتي شوف عيونك عم يبكوا. لا تخليني اطلع متضايقة ويضل بالي مشغولة عليكي. تمام خلص انا منيحة، لا تاكلي همي بالمرة. سامحينا اختي سلطاني. الله يسامحكم. مبروك الافراج اختي سلطاني. شكرا. سلمي على البنات. أهلا وسهلا، تفضلي. أهلا وسهلا. شكرا. تفضلي. شكرا. شرفتي. جبت لها هدية؟ ايه جبت لها هدية، شغلة بسيطة. اختي رح تنزل بعد شوي. طيب مو مشكلة. بعتذر اني نطرتك. ولا يهمك. يلا نمشي. نمشي. انبسطوا بوقتكم. تصبحوا على خير. تلاقي الخير. كل سنه وانت سالمه رفيف. وانت سالم. شكرا. عنا شاي ما؟ بلا. والله هلا ما في أطيب منه. أخ الدوش ريحني كتير. أنا عملت رياضة كرمالك. شكراً، خليكي متذكرة. كرمالي أنا؟ طبعاً كرمالك أنت. أنا فهمت المدرب شو كان بيقصد بحجة الرياضة، بس صحيله. أنت ليش نيتك سيئة يعقوب؟
نظراته ما ريحتني بالمرة وما رح اسمح له انه يتطلع فيكي. اذا بدك الصراحة كنت مبسوطة كتير، حسيت انه وراي رجال. طبعا يا حياتي، انت كل شي بحياتي. يعقوب يا روحه. هلأ جورج بيك لما ترك الشغل عنا، انت كنت ورا هالقصة؟ لا، شو دخلني أنا؟ بس ممكن إنك تكون حكيت معه شي كلمة ضايقته. لا حياتي، ما حدا تدخل بقراره. مو قلك إنه ترك لأنه كان مضغوط كتير؟ حاسة إنك عم تكذب علي يا يعقوب. حاجة حتى لو ماني متضايقة، عملت هيك لأنك بتحبني. عمران بيك، لوين رح نروح؟ مرة أنا وياكي رحنا على مطعم، بتتذكري شي؟ ايه، رايحين لهنيك. الرقم المطلوب مغلق أو خارج نطاق التغطية، الرجاء المحاولة لاحقا. وينك لهلأ عمران؟ زياد بيك، ارتكبت أخطاء كتير كتير، وما كنت متخيلة تتطور الأمور وتكبر لهالدرجة معي. مرقت علينا أيام أصعب من هي، بس دائماً كنا إيد واحدة وما تخلينا عن بعض. بعمري ما مرقت بهيك ظرف زياد بيك، بس من غير مساعدتك ما فيني أطلع من هالدوام اللي أنا فيها. ما قلت تتخلى عني بهالسهولة؟ ساعدني بترجاك، مدلي إيدك، سامحني سامحني حتى اقدر ارجع اكون قوية بين ولادك. القاعدة لا بديل للزواج هي الصدق والثقة كمان يا نعمة خانم. وهلا انا حتى لو قدرت لاقي لك شي عذر، ما عاد عندي ثقة فيك بنوب. واذا سمحت لك انك تضلي قاعدة بهالبيت بين ولادك، هو كرمال هالسنين اللي عشناها سوا. بس من هلأ ورايح نحن عبارة عن اتنين غرب بس عايشين بنفس البيت. وبخصوص السماح، لا تطلب السماح مني يا نعمة خانم، روح اطلب السماح من رب العالمين. أنا كتير جعت. وأنا كمان.
إيه وين الباقي؟ ما نزلوا على العشاء. أبوك وأمك ما عم يضحكوا، كل واحد بيتعشى بغرفته. أول شي لازم نعمله أنه نصالحهم، وهيك بنرجع منلم شمل العيلة، وبابا رح ينسى ويسامح الكل. وشو مفكر تعمل؟ والله أنا جوعان لمرحلة أني ما عم أقدر فكر. يا روحي أنت، ثواني وبيجهز. أسيل؟ غصون؟ نعم شكراً خانو. ممكن تجهزوا لنا السفرة؟ زوجي بده يتعشى. أنتوا رح تتعشوا لحالكم؟ إيه، الليلة رح ناكل لحالنا. جيبوا لنا مبيت. ليلة عنوانها الرومانسية، مو هيك؟ قلت بما إنه البنات ما نوم بالبيت، ما نغير شكل. شكرا. عفوا. ألو. نعم أمينة. ديما بعرف إنك بالعشاء هلأ، بس لا عمران ما وصل لهلأ. أنتي صوتك مانو على بعضه. طمنيني بابا منيح؟ ما بدي انزعلك، العشاء ارتفع ضغطه شوي. أنا هلأ أعطيته الدواء ولساتني عم راقبه. جاي فورا. عفوا، ممكن الحساب إذا سمحت؟ ايه تكرم عينك. أنا عاجزة كتير عن شكرك يا ابني، بفضلك قدرت أطلع من السجن. أنا ما عملت غير واجبي يا خانو. لوين بدك تروحي هلأ؟ رايحة لعند بناتي. حضرتك أكيد ما خبرت حدا، ما هيك؟ أكيد يا خانو، مثل ما طلبتي، ما خبرت حدا. يسلموا. طلبت تاكسي لحضرتك، تفضلي. عذبتك كتير معي. معقول هالشي؟ تفضلي. أهلا وسهلا يا خانم. أهلا وسهلا عمران بيك. مرحبا. أهلا وسهلا. الجاكيت عنك يا خانم. لو سمحتي. سهرة سعيدة. أستاذ طاولتكم جاهزة. أهلا وسهلا فيكم. حبيت تكون ليلة رومانسية، بس ماني حابة منظر الطاولة فاضي. يعقوب استمتعي حياتي، ما تفكري بشي، نحن لحالنا. لوين رايحة؟ قلبي مو مطمئن، كرم وضعه كتير صعب، رايحة على الأوتيل لشوفه.
أنا اليوم حكيت معه مريم، حابب يقعد لحاله، تركيه على راحته. شو نسيت إني أمه؟ ما برتاح لحتى أشوفه وأطمن عليه. ماشي. صحتين على قلبكم. شكراً. ليش تضايقت؟ هي حابة تطمن على ابنها، شو الغلط؟ ما عم فكر فيهم شكراً، شاغلني المستقبل. أي مستقبل؟ مستقبلنا أنا وأنت. خير، شو بدك تقول؟ كرم، ابني لازم نقعد نحكي. أنا ما بعرف أنت ليش ما بدك تفهم. خلاص بيني وبينك ما عاد في حكي بنوب. أنت عم تفهم شو عم قول؟ كرم، أنا بعرف وين أنت نازل. بترجاك فهمني، في شي كتير ضروري لازم أحكي معك. اسمح لي أطلع لعندك. ما رح ضايقك كرم، لو سمحت. اسمع شو بدي أقول، بس اسمعني، وبعدك إن تكون آخر مرة. أنت وعدت لا تنسى، منحكي وبعدين بتختفي من حياتي. تمام، فهمت. يعقوب، حاسة حالي إني عم مثل بشي فيلم. الفيلم رح يصير حقيقة. شكراً، انبسطي من هلأ. عمران وديما ما لهم مكان معنا؟ مكانهم برات هذا البيت، يدوروا على مكان تاني بعيد عنا. مو لهالدرجة، ممكن يزورونا ونشوف حالنا عليهم. مثل ما بدك، منقول لهم أنتم من زمان ما عطيتونا أهمية، بس هلأ الأمور تغيرت. بصراحة كل عمري وأنا عم بحلم بهذا اليوم. ما ضل كتير شكراً، عن قريب رح يتحقق كل شي حلمنا فيه. صحت المستقبل. صحة نجاحنا. كيف مالك متذكرة أنه عيد ميلادك اليوم؟ ما بعرف الأيام الماضية كيف مرقت. نحن بأي يوم وقديش التاريخ؟ مرقنا بأيام صعبة، لهيك نسيته. كانت فترة صعبة، ما صلنا زمان منعرف بعض، بس تعذبنا كتير. معك حق، لسا من كم شهر كنت عم قطي فرمان ببستانكم، بس هلا الحياة مثل الريح، بتجيب مع شي وبتاخد مع شي. يمكن همومنا كانت كبيرة، بس كل شي عم يتغير بسرعة. حاسس انه يلي صار غيرك؟ غيرني كتير. بهالفترة القصيرة الظروف هي اللي غيرتني. انسي بلا ما اقعد عدلك ياهن. ما في داعي تعدن، اغلبها ظروف بعرفها. لازم نتطلع بالمستقبل وننسى الماضي، دائما منتطلع لورا. يمكن، بس حتى بالمستقبل ما حدا بيعرف شو رح يصير. شو اللي بيريحك بالمستقبل؟ الهدوء. يلي بيريحني الهدوء. الهدوء. محمود أنا جوعان، شو رأيك قوم اقلي بصل؟ شو؟ لك حلقات بصل، بيقلوا البصل بعد ما يتقطع حلقات. أنت من شوي ذكرت السلاسل والحلقات، لهيك تذكرت هالأكلة. فيصل اسمعني، لو سمحت ما بدي اسمع صوتك، ماشي؟ محمود بيك في ضيوف بدهم يشوفوا حضرتك. أخ، وهي ضيوفنا وصلوا. مين هدول؟ هلا بتشوفهم. منى خانم، أهلا وسهلا. أهلا فيك. لا تؤاخذيني، حضرتك بتكون محمود بيك؟ اي نعم أنا. تفضلي خدي راحتك.
بعرفك على فيصل، مساعدي. هي أول مرة بحتفل بعيد ميلادي برات البيت. بابا مستحيل كان يسمح لي أطلع لبرا. ماما كانت تعمل لي قالب جاتو على إيدها، وكل سنة تجيب لي هدية بسيطة من المصاري اللي كانت تخبيهم من أبي. كتير كنت أفرح، بكفي أني كنت مع عائلتي. بهالوقت لما بفكر بحس هديك الأيام صارت بعيدة. أمك رح تطلع رفيف، ما ضل شي. عمران بيك الأيام بيطولوا لما منعدهم. نزلي جهزت قائمة أيام لحالة، وكل يوم بيمرق فوراً بتشطبه. في أوقات الأيام بتمر مثل المي، بس هالكم يوم ما كانوا يعرفوا يمضوا. هلأ لما بدك تنفخي على شموع الجاتو تمني أمني أنه تمضى هالأيام بسرعة لحتى ترجع لكم أمكم. ما في لزوم للجاتو، بتمنى بقلبي أنه يمضوا. معقول؟ الجاتو شرط؟ عمران بيك طفية، ولا تنسي تتمني أمنية. شكراً من قلبي. عيد ميلاد سعيد. تفضلي. مساء الخير يا بنتي، أنا أمّا لرفيف، جيت لهون لشوف بناتي. ما عاد فيني آكل ولا لقمة. بالجاتو كتير طيب، رح تندمي. ما رح أندم لأني أكلت كتير يا بيك. حاسة إنه رفيقي الصغير رح يخلي وزني يزيد وما عاد أقدر نزلهم. عمران بيك، السهرة والجاتو كل شي عملته كرمالي كان حلو كتير. لسه في شي كمان. بتمنى إنه يعجبك. عمران بيك، صدقني ما كان له لزوم. اليوم عيد ميلادك، ليضل ذكرى. جايب لي الشمس؟ مرة قلتي لي لما بزعل بلجأ للشمس، لهيك حبيت انك تحمليها برقبتك. حلوة كتير. معقول شو حلوة؟ شكراً كتير. رح ألبسها هلأ. يا خانم، أمّا لرفيف تحت، قال بدي تشوفك ضروري. ما
ما عندي وقت ضيعه. قول اللي بدك تقوله بسرعة وامشي. كرم، بعرف إنه اللي صار مو سهل بنوب، وبعرف صعب علي أطلب منك سامحني. لا تحلم إني أقدر سامحك فهمان. عم قلك هالشي لحتى لا تتأمل. مستحيل إني أقدر سامحك كرم. أفظع الجرائم بهالدنيا المجرم بيطلع وبيسامحه. سنين طويلة وأنا عم بتحاسب، ما بيكفي؟ ما بيكفي. ما فكرت بالسنين اللي عشتها؟ ما فكرت بالسنين اللي مرقت على أمي وهي عم تبكي عليك؟ قول يلا. مساء الخير نعمة خانوم. انتي امتى طلعتي سلطانة؟ اليوم كانت محكمتي وما خبرت حدا لأني حبيت أعملها مفاجأة للبنات. إذا ما في إزعاج ممكن تخبريهم بجيتي؟ بناتك راحوا. كيف؟ مانن هون، راحوا. لوين راحوا؟ رفيف ما عم تشتغل عندكم؟ بهي الورقة مكتوب عنوانهم، إذا بدك تشوفي بناتك روحي لهونيك. لمين هذا البيت؟ ابني عمران أخذ بناتك ودبر لهم مكان لبين ما تطلع من السجن. شو صاير معهم نعمة خانهم؟ بصراحة أنا ما عم بفهم. ما عندي جواب هلأ. ليكي لا تسأليني إلي، بناتك بيحكوا لك كل شيء. يلا. دقيقة دقيقة سلطاني، بس دقيقة. قولي لخليل يطلب لك تاكسي توصلك. الله معك. ايه قلي شو رأيك؟ كتير حلو لا بقلك. عن جد شكراً كتير. ما عاد بدي اسمع هالحكي منوب. مقارنة بالسعادة اللي منحتيني اياها ما في إله أي قيمة. رح يكون ذكرى غالية كتير على قلبي. نقدر نقوم؟ نزلي ناطرتني وما بتكون نامت. طبعاً. هذا ألذ وأطيب عشا تعشيته بهالبيت. وأنا شو عم تعملوا أنت وياها؟ ولا شيء أمي، قاعدين عم ناكل. شو شايفة كأنك قاعدة مكاني؟ شكراً. بما أنه ما في حدا ما بتفرق وين بقعد. من بعدك هذا المكان هو إله. يلا عادي. شكرا. أخوك عمران رجع ولا لسه؟ لا ما رجع لسه. وديما ما أنا هون. أكيد بيكونوا متخانقين. بصراحة كل اللي عم يصير معنا بهذا البيت أنت ومرتك إلكن يد فيه. الله يسامحكن على اللي عملتوه. أهلين وسهلين ديما. بابا كيف صار؟ نزل ضغطه شوي وما عاد ارتفع. نايم هلأ؟ لا مو نايم. رح فوت حاكي. حبيبي كيفك؟ لون وشك مانو عاجبني. إذا قلقان علي أنا منيحة. في مشاكل صغيرة رح لاقي لها حل. الأمور بيني وبين عمران صارت أحسن. هالشخص اسمه يعقوب يورقان. قلي شو هو المطلوب؟ أنت هلأ رح تكوني عميلتنا.
يعقوب لازم يوثق فيكي ورح تجيبي لنا معلومات عن الشركة. سهلة. بالأول لازم تكوني بيناتهم. أصلاً طالبين سكرتيرة. رح تقدمي على الوظيفة وتاخديها. بالسي في كله شهادات مزورة، كتير سهلة. إذا بس هيك القصة، أنا كمان بقدر أتوظف. ممكن ما تتدخل بالموضوع؟ نسيت شو قلت لك؟ ليك محمود بيك، أنا فهمتك كتير منيح ورح أقدر أخذ الشغل. منيح؟ يلا هاي دفعة. يلا احكي لي كل شي بتعرفه. رح اقول لك. كرم اسمح لي شوف امك. على جستي. غلط انك تاخذ قرار من دون ما تسال امك. ما بيحق لك تعلمني صح من الغلط، عم تفهم؟ انا تخطيت عمر النصائح من زمان. وبعد هالعمر لعدة تحاول تجي وتمارس دور الاب عندي. اسمح لي اني احكي وبعدين رح روح. كرم قلت لي بنحكي وخليتك تحكي. هاي خلصتي لا اطلع. ما خلصت كرم وبدك تسمع. لسه بقى يعني كتير ابني؟ لا قربنا نوصل. بترجاك لا تشغل بالك فيني، أنا بعرف دبر أموري. بابا بابا أنت منيح؟ بابا 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 أنت منيح؟ بابا بابا طلع فيني. أمينة أمينة الحقيني لهون. بابا بابا ديما أمينة طلبي الإسعاف بسرعة، ما بعرف شو صار له. بابا بابا كرمال الله بابا طلع فيني. بابا لا تتركني وتروح. بابا الله يخليك. بابا كرمالي. بابا بابا لا تتركني. بابا خلاص بقى، بعد بدي اسمع اكثر من هيك. قلت لك بتبعد عن امي. كرم بترجاك اهدى. بكفي بقى ومطلع من هون. اطلع. كرم 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 مع مين انت عم تحكي؟ ممكن نسمع موسيقى؟ طبعاً. كنا نلعب لعبة أنا ونزلي، نشغل الراديو وكل واحدة فينا تهدي الغنية اللي بتطلع للتانية. رح أهديك الغنية اللي رح تطلع، موافق؟ طيب. وهذا كيف بيشغلوا؟ Yes.
vazgeç karşılaştık. Oysa hiç konuşmadan anlaştık. Bazı şeyler var ki söylenmiyor. Biz senle sözleri susarak aştık. İnsan acılarla kıvransa da ve o aşkta bir daha doğsa da dünya. Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun. Senden benim kadar gerçekleri görüyorsun. Beraber olamayız benim gibi biliyorsun. Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım. Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun. عمران بيك شكرا على كل شيء. هالليلة من أحلى ليالي حياتي وعن جد الضوء كتير حلو. هون خالتي. عيد ميلاد سعيد. شكرا. خالتي تفضلي الباقي. مسامح. أمي